الفنان سعد المجرد يفاجئ زميله حميد الحضري في المستشفى. قبل ما نبداو ما تنساش دير جيم للفيديو وتشترك بالقناة ديال هنا الأمالة باش دائما توصل بجديد الأخبار. زار الفنان المغربي سعد المجرد صديقه الفنان حميد الحضري بالمستشفى بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم في الرأس، وعبر الحضري عن شكره للمجرد على زيارته حيث لم يلتقيه منذ مدة طويلة. ونشر الحضري في ستوري على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة جمعته بالمعلم وأرفقها بتدوينة تقول: رغم سنوات ما تلاقيناش ما تبدل فيك والو خويا سعد، ما زلت الفنان الخلوق الراقي الوفي، كنشكرك من القلب على الزيارة ديالك والدعم المعنوي والمحبة الخالصة، وكنتمنى الله يبعد عليك كل مكروه ويسخر لك في مشاريع حياتك القادمة يا مرضي الوالدين.